انا على كذا انا مع الجمهور. يا سلام، انا عقبت على الرساله، المسج اللي جاك انه عقبت عليه انه في تحدث على جزئيه الدقيقه 67 بينما تجاهل الدقيقه. ما تجاهل، يمكن تكلم يعني انا اقول بناء على المسج يعني اللي جاك. بس انت جالس قدام الام بي سي 4 تبع شيء دوري. خالد الان اللي جاتك رساله، رساله جاتني انت على بناء على اللي تكلمنا فيه، على الكلام اللي احنا تكلمنا فيه. ان كان غير كذا انا اعتذر لمحمد فودة. استاذ محمد فودة، استاذ محمد مساء الخير. ابو فهد الله يمسك بالخير والسعاده. الله يسعد مساك، كيف الحال يا كابتن؟ طيب، ربي يحفظك ان شاء الله. مساء الخير عليك وعلى الزملاء اللي عندك كلهم. الله يحييك يا كابتن، نقول لك مبروك تاهل الاهلي للمباراه النهائيه. يا استاذ خالد، انا عندي جزئيه في مداخله بس مع الاستاذ علي الزهراني. تفضل. يعني الاسبوع الماضي يوم 25 تكلم عن تاريخ محمد فودة، ومحمد فودة هذا رايي وهذا راي قانون، انا قلته عنده اعتراض على الحالات التحكيميه اللي جبتها يناقشني قانونيا بس، اما تاريخي هو ما يعرفه اساسا نهائيا. اليوم يقول محمد فودة يجيب حالات انتقائيه. ابراهيم هزازي انا جبت له ثلاث حالات، كل حاله كانت تستوجب بطاقه صفراء. اذا ما شافها الاخ علي مفترض انه يشوفها، لانه هو مهني وصحفي كبير، المفروض يتاكد من الموضوع اللي تكلمت فيه انا. طيب كابتن محمد، مساء الخير محمد. استاذ علي اسمح لي، اذا سمحت تفضل. انا جبت حاله لابراهيم هزازي في بدايه المباراه، كان مفترض اللي هي ركل تيسير الجهاز، كان مفترض انه يحصل على بطاقه صفراء. دقيقه اثنين، الدقيقه التاسعه دخل دخول بتهور كان يستحق. الو، معك كابتن تفضل. كان ايضا كان في الدقيقه 9 يستحق بطاقه صفراء، وبالتالي تم استبعاده من المباراه. في الدقيقه تقريبا 74 او 73 ضرب فيكتور، كان مفترض انه يستحق بطاقه صفراء. تيسير الجاسم له ركله جزاء. ما جبت اشياء، الكوره اللي سجل منها النادي الاهلي جون، الكوره ركنيه صحيحه، البعض شكك انها تكون خرجت ركله ركنيه. فاما اتكلم انا مركز في المباراه، انا احترم راي اي انسان لا ينتقد محمد فودة، لكن ينتقد في الحالات اللي انا تكلمت فيها. اما انه شخصيتي تاريخي وتاريخ الفودة وتاريخ فلان، هذا كلام مو كويس ولا يسمحني، لانه المهنيه انك تناقشني بالاشياء اللي انا اقولها فقط في القانون. طيب، اذا كان هو ما يعرف القانون استدعاني، هذا شانه هو. طيب تسمح لي؟ محمد فودة ارجو انه بالنسبه للطرح اللي اقوله انا انه يناقشني فيه فقط لا غير. انا خارج من الاستوديو حقيقه، احدهم كلمني قال الاخ علي الزهراني قال فودة عمل ينتقي انتقائيه. انا جبت 9 حالات او 8 حالات في المباراه. البرنامج اللي عندي انا مو برنامج تحكيمي، برنامج مشكل ومنوع، في منوعات كثير في عن المباراه، محللين، صحافه، مقابلات. اتمنى من الاخ علي يناقشني في امور تحكيميه. وفي المباراه الاولى اللي جبتها الثلاث الحالات اللي هي الهدف ولمسه ابراهيم هزازي ولمسه معتز الموسى، اتحدى فيها لو ترسل الاتحاد الدولي بمناظره على الهواء مع الاخ علي الزهراني، اذا قال انه هذه القرارات اللي انا قلتها غير صحيحه، والله ما عاد اطلع على الهواء نهائيا. طيب تسمح لي يا محمد؟ عمليه انتماء، وانه هو الاهلاويه بده يجي يشوه سمعه الانسان. انا ما اتمنى انه اخ علي يدخل معي في مناظرات بالنسبه لعمليه تاريخي هو ما يعرفه اساسا. طيب انا محكم 13 مباراه في نهائيه في الدوري السعودي، اذا ما يعرفها، واول حكم سعودي درجه ثانيه يحكم مباراه الاتحاد والهلال. هذا عام 1402، ما ادري هو من مواليد كم الاخ علي. ارجو انه لا نقرب بعض بالنسبه للامور الشخصيه. طيب تسمح لي؟ اللي عندي استاذ خالد تفضل الله يحفظك. طيب تسمح لي يا محمد؟ معاك علي الزهران. ما اسمح لك تقول لي يا استاذ محمد، انا اقول لك يا استاذ علي. خلينا لا تجردني، ما اسمح لك تقول لي محمد. طيب انا اقول لك يا استاذ علي وانت تقول لي يا استاذ محمد، اذا طيب تكرمت. تسمح لي يا استاذي وكابتن محمد؟ تفضل. اولا اهدى شوي، ويبدو انك سمعت شغلك. اهدى مو اهدى، هذا مو شغلك. الامور النفسيه لا تعلمني فيها. لا اول شيء افترض انك اولا لما انت واحد من الجمهور يجي يقول لك والله ان علي الزهراني قال انت وانت ما شفت الحلقه. انت انسان مؤثر في الراي العام، انت جمهور. طيب اسمعني، عشان اني مؤثر في الراي العام، انت برضو كمقيم تحكيم وكخبير تحكيم برضو مؤثر في الراي العام. انا ما رضيت اتداخل يا اخ علي، استاذ علي، كابتن علي، انا قلت بتداخل معك في المره الاولى، قلت هذا رأي يطرح، لكن اليوم تقول انتقائية برضو، هذا ما يصير يا حبيبي. طيب تسمح لي اللي أوضح لك. أنا الداخل بدي أتكلم معك، أتكلم مع أستاذ خالد، وهديت اللي عندي وأشكرك. أستاذ خالد تفضل إذا عندك أي مداخلة معي. لا أنا عندي معك مداخلة أستاذ محمد، لكن قبل كل شيء علي الزهراني يعتذر لك رسميا ويعتذر ويتأسف لك، لأنه هو اللي قالها بعظمة لسانه من شوي، قال إذا الكابتن محمد فودة تكلم في اللغطات فأنا أعتذر وأنا آسف. هو قالها اولا اكدها، اولا يعتذر لك على الهواء مباشره الان. اولا شوف،
اولا اكبر دليل انه انت دائما تعتمد على في بعض القرارات من خلال راي الجمهور. يا اخي احنا بنهديه تبتعميها انت. لا انا اتكلم الان، هو رفض انه يتقبل. لا لا لا, لا. انا اعتذرت له قبل ما يتداخل. هو مثل اخوك. انا اعتذرت قبل ما يتداخل صح يا علي؟ قل له يا كابتن محمد انا اسف، انا اعتذرت له، اعتذرت له قبل. ترى اعرف انا كنت عندك في المجلس يكون في النقاش احلى، بس انا محكوم في البرنامج ما اطلع برامج اخرى. بس انا طلعت معاك اليوم على اساس اقول لك انت من انت متابع، لانك انت الان ما دام اعتذرت اعتذارك على عيني وراسي ومقبول. اكبر دليل يا خالي يا محمد تقول ما قال ولا قلت يا خالي يا محمد، انت تجرد قدام الناس اني انا ميولي او انتمائي ضد النادي الاهلي، ويعلم الله انه هذا مو صحيح. ما حد قال لك الكلام ده. الاتحاد الهلال اي فريق على عيني وراسي. انا بسالك سؤال، انا بسالك سؤال، الكلام اللي انت تقوله يا محمد ولا اللي انا اقوله انا واي شخص الان ما اسمح لك تقول محمد. ليش؟ كابتن محمد صح؟ كابتن محمد تسمع؟ اسمح لك تقول محمد، لا تشيل الكلام بيني وبينك. انت محتقن كذا، بالتالي ما اعتذر اني اكمل معك. قول لي يا استاذ محمد ولا يا كابتن محمد ولا بلاش منه. اعتذر من اني اكمل معك. طيب كابتن محمد. ما احتاج اكمل انا اساسا ما بدي اضامن اتداخل معك. انا ابغى اتداخل معاه بس. لا تكمل او ما تكمل هذا شغله. على راحتك يا اخوي. كابتن محمد. على راحتك انت كمان، يا لا تقعد تتكلم في الناس براحتك. ويا محمد يا محمد لا تتكبر، انا عمري 58 سنه تكبر. خلاص خلاص. روح يا رجل الله يحفظك، خلينا من الطقطقه للطقطقه على بعض. امين. كابتن محمد، كابتن محمد تفضل يا استاذ خالد. شكرا بارك الله فيك، اول شيء احنا نعتز فيك من قدرك يا كابتن. ابغى اكلمه انا ممكن؟ طيب بس انا اتكلم معه. طيب بعدين عشان لا اروح. كابتن محمد معلش ودي اسالك عن اليوم الحكم، هل هناك اخطاء تقديريه؟ هل اثر الحكم على سير نتيجه المباراه؟ يا ترى استاذ خالد في ركله جزاء للنادي الاهلي، في ابراهيم هزازي مفترض انه يطرد في الدقيقه 9 من الشوط الاول، مفترض انه يطرد دقيقه 6. الاخطاء ما حد بعد المباراة هذه ردود فعل الحكم ما له دخل فيها، إذا أخطأ الحكم اللي دخل بين اللاعبين كان ممكن أنه يضرب. ركلة الجزاء للنادي الأهلي كانت على حارس نادي الاتحاد وعلى تيسير الجاسم، هذه أهم الحالات اللي صارت في المباراة. يعني إيش الجديد فيها؟ مباراة كانت ماشية، مباراة ما كان فيها هي نفر إبراهيم هزاز اللي هو ارتكب المخالفات، شيء عادي، حكم ما أخذ إجراءات وده، قلنا هذا مفترض أنه ياخذ إجراءات. طيب كابتن محمد، هدف الاهلي الشباب هنا قالوا تكلموا عليه انه هدف تسلل لفيكتور الثاني، انت تكلمت عنه؟ هدف مين؟ هدف فيكتور الثاني. لا ليس تسلل يا استاذ خالد، انا شفت انا في التسلل اذا كان في بس بالنسبه لعمليه الهدف، هدف الاهداف صحيحه في المباراه، الهدفين كانت صحيحه، هذا اللي هذا في رايي يعني. انا بالنسبه لعمليه شككوا في الهدف الاول انه الكوره لم مهاجم النادي الاهلي هو من اخرجها وليست ركله ركنيه، جبتها واثبتت انه ضربت راس اسامه المولد وكورنر صحيح. طيب كابتن، الحاله اللي صارت بعد نهايه المباراه بين ابراهيم هزازي ومنصور الحربي، كلاهما يستحقون الكرت الاحمر؟ نعم ابراهيم، ما ادري ايش اللي حصل من الكلام، لكن اللقطات اللي شفتها انه كان ابراهيم هزازي دفع او قام بعمليه دفع للنادي الاهلي، ارتد عليه لاعب النادي الاهلي وقام بعمليه ركل، رد عليه ابراهيم هزازي بركل وهو ساقط على الارض، كانت حقيقه لا تشرف الرياضه السعوديه نهائيا ما حدث بعد المباراه. والاثنين مستحقون الكرت الاحمر يعني؟ مفترض انه الاثنين يحصلوا على بطاقه حمراء، لكن الحكم ما نحط بطاقة حمراء للاعب النادي الاهلي كما سمعت انه حتى ما ظهرت في الشاشة. لا اعطاهم اثنين كرت احمر كابتن. اقول لك استاذ خالد تفضل كابتن. انا احب اقول انه مداخلتي ترى والله العظيم ما هي عملية اني انا بدي ابرر الحالات اللي انا تكلمت فيها او قلتها، لكن بالنسبة للاخ علي واتمنى انه الاخ علي لا تجيب سيرتي، خلاص انا الان اعتذرت على المناقشه معك، الان اتكلم معك بالحجاب، اعتذرت على النقاش معك لانك منفعل، اذا كنت هادي ذاك الوقت انا اتكلم معك، الانفعال ما اتكلم معك، انا عذرا انا اقف لي فلسفه انا اذا سمحت. كابتن محمد اذا سمحت على تراني خلاص، ولا استاذ حتى استاذ اشيلها. انا احترم كبر سنك على فكره، يعني ما برد احترم انت اساسا، ما لا تحترمني ولا احترمك، بس توكل الله أدير الأستاذ خالد أتكلم معه. هذا من طيب. هذا من طيب أصلك. لو سمحت محمد علي الزهراني، شكرا. والله أصلي أحسن من أصلك. بارك الله فيك يا كابتن. كويس يا كابتن، بارك الله فيك. ممتاز. كابتن محمد. كابتن محمد يا رجل أطلع عليك أنت، بس أنا دخلت معك عشان أعرفك أنت من نهائيا. أبو فهد. طقطق بنفسك وبالكبكات حقتك. يا أبو فهد. هذا قدام الرأي العام، عاد أنت تقدم نفسك للرأي العام، أنت حر. أستاذ محمد. توكل على الله بس، توكل على الله. يا أستاذ محمد. أنت إعلامي. يا أستاذ محمد. يا استاذ محمد يا استاذ
خالد بس استاذ محمد خلاص جاسم خلاص يا ابو فهد خلاص يا جاسم لو سمحت كابتن محمد فوده يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك كابتن ونرسل لك تحياتنا واحتراماتنا وتقديرنا لك كابتن محمد فوده ارجو اغلق ملف كابتن محمد فوده